هتقوم بالسلامه ما تخافش. انا خليت جورجيتي تدعي لي وهي داخله اوضه العمليات. رح انت تطمن على مراتك. هروح واجي لك تاني. الدكتور قال ايه؟ لسه ما شفتوش. خير. للاسف المولود توفى واضطرينا نشيل الراحل. يا كل حاجة بتروح. كل حاجة بتروح يا سلام. ما تسترجل شوية. ما تفرجش الناس علينا. خلينا أعرف أتصرف. وما تتقلش نفسك قوي كده هتخلع كتفي. المسيح ما أغطش ابننا يعيش، خدوا الملكوته.